لازم المدارس الشرعية يكون مدرسة حراء قبل كل شيء. النبي تعلم الأحكام أول الشرعية، لما تعلم دروس حراء أول، فبعد ما أخذ مدرسة حراء دخل في الأحكام الفقهية ودخل في بناء الدولة ودخل في الدعوة. أول مدرسة حراء هي الشهادة الابتدائية، وهي الشهادة الصحية اللي بتسمح له أنه يدخل ليكون داعيا إلى الله بإذنه. هذه تكاد أن تكون على حافة الانقراض. هذا إلى جانب أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا ما في أخلاق، الأخلاق في القمة، كأنه بدي أعلم الناس الأخلاق بأخلاقه، السلوك الحسن بسلوكه، لحتى كلامه يخرق القلوب بده سهم قلبي، رمح قلبي. إذا ما في له قلب يا أبني، الكلام بيفيد 5% 10%. أما صاحب القلب، وإذا كان صاحب حكمة وصاحب علم، وأي علم؟ علوم القرآن. طالب العلم مسكين كل شغله عكس المنهاج القرآني، ولذلك الواقع كمان عم بيكون فاشل 100%. ما هي؟ وبمقدار ما بيمشي على المنهاج القرآني بده ينجح. ما في بالتمني وبالأماني وبالخيال. فالنبي ببركة الإيمان، ببركة الرسالة والمدرسة الإلهية، صار قارع أباطرة العالم بالجملة. بعث لقيصر دحية، وهو راجع دحية بالطريق طلع عليه بعض البدو والعرب شلحوا، وكل اللي معه كمان نهبوه وما خلوه إلا على شيء يسر عورته. في قبيلة من القبائل هناك مأسلمة، فدافعوا عنه ورجعوا له كل اللي شلحوه يا الفئة الثانية.